السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم معانا الفيديو الثاني تكمل سلسلة الفيديو الأول. هناك فحصنا الاستدلال باستخدام برنامج التيرم ستودنت. إذا هنا نستخدم برنامج الانستركتور، وخاصة إذا كان الفحص الأول أو الكلاس الحساب الأول اكونت يفحص فقط السيميلاريتي. اذا ردنا طيب تعرفون هسه حاليا نزلت برامج الذكاء الصناعي اللي تضمن برامج الذكاء الصناعي تشات جي بي تي، جرامري، كوال بولت. بعد ممكن هاي البرامج تتطور يعني برمجيات ثانيه، فاكو فحص ثاني بالاضافه الى فحص السيميلاريتي اللي انت ممكن تتخذه من البحوث وغيرها. فحص ثاني تسمونه فحص الذكاء الصناعي. فحص الذكاء الصناعي هذا بالاضافه للفحص العادي ما تفحص بالحساب الستودنت وانما بالحساب الانستركتر. بس راح اسوي لوج ان لحساب الثاني، عندي حساب بالانستركتر ايضا، هذا الحساب الثاني اسوي لوج ان. بعد ما تسوي لوج ان لازم انت بالمناسبه تشترك بحساب يسمونه انستركتر، يشبه تماما الحساب ذاك. ايضا اشتراك اكو بشهري وبسنوي وبنصف سنوي اسبوعي، بس بالمناسبه دائما الاشتراكات اللي خاصه بحساب الانستركتور كقيمه ماليه تكون يعني اكثر او اعلى من الحساب ستودنت. هسه بعد ما يدخل لك الحساب هنا تروح على كويك سبمت. كويك سبمت، بعد ما تروح على كويك سبمت تختار كلمه سبمت منها سبمت، تمام عيني. هسه اذا عندك اول شيء احنا فاحصين عده ملفات واريد احذفهم اني، ما يصير تحذفهم كلهم، تحذف واحد واحد، تمام عيني. تريد تحذفه اصلا منها تختار منها تروح على كلمه ديليت، تريد داونلود، تريد موف، ان تريد ديليت. اذا تريد مجرد تحذفه من الواجهه منها تقول له ريموف فروم انبوكس، بينما اذا تريد تحذفه بشكل نهائي تقول له ريكوست بيرمننت ديلينيشن، فمن هنا راح يسوي لك ديليت اله ويحذفه. هاي اول شيء. نجي على شغله ثانيه، طيب هسه هو انا بدي احذفه من حساب الانستركتر هو محفوظ؟ لا ما محفوظ. هسه انا راح اقول لك طريقه انه تبين لك ما محفوظ، لان اذا سويت هاي الطريقه وانحفظ لازم تطلب طلب ايضا من الشركه تقول له ديليت ريكوست بير من الديليت ويحذفه بشكل نهائي، لان اذا انت حفظته الشغله اللي لازم تنتبه عليها انه بحساب الانستركتر لازم تنتبه على فقره انه الملفات تحفظ اذا لم انه تعين له. هسه راح نجي نبينها. هسه عرفنا شلون نحذف ملف معين، نروح على سبمت. الكوستمايز فور يعني الريسيرش تقول له يعني اثناء فحص الاستلال وجد لي الاستلال اللي ماخوذ من الانترنت، يعني مواقع يعني اي موقع ويكيبيديا غيرها، مواقع عاديه، منصات معينه منشور هذا الكلام ممكن ماخوذ من عنده بيليا. الريسيرش ستودنت بيبر، ريسيرش جورنال اذا في يعني بحوث منشوره بجورنال معينه، ريسيرش هاي ايضا يعني يعطيك عده اوبشنات فانت تقولهن. اهم خيار بعد ما تحددهن تروح على هذا الخيار سبمت بيبر 2، هو اللي ثابت في البرنامج يقول ستاندرد بيبر ريبوستري، يعني معناها انه راح يخزن الملف في المستوعبات، وهذا الشيء صراحه خطر، لاني بالمره الثانيه من تفحص راح يطلع لك نسبه الاستلام 100%، لان ملفك نفسه راح يرفع وينحفظ. فشو تسوي حتى تتجنب هاي الظاهره بحساب الانستركتر؟ تروح على هذا الخيار تقول له نو ريبوستري، هاي الخيار الثاني تضغطه وتقول له نو ريبوستري. هسه بعد ما ذلك تقول له صبمت، اهم شيء تعطي هذا الخيار، تقول له صبمت. بعد ما تختار الصبمت يطلب من عندك الفايل نيم، تمام عيني، يعني الاسم الاول، انت تسمي اي اسم الفيرست نيم باسمك غيرها، تمام عيني. بعدين تعطي اللاست نيم، بعدين تعطي سبمشن تايتل شنو الملف انت حامله، مثلا بيبر كذا، انت ايش اي تسميات تنطيها، تمام عيني. بعد ذلك تحمل الملف من الكمبيوتر. خلينا نختار نفس الشابتر مثلا، شوف لاحظ هاي الملاحظه انتبه لها، ذا فايل يو ار سبمتنج ويل نوت بي اد to any repository، ما راح ينخزن باي مستودع، تمام عين. هاي الفقره جدا ضروريه تنتبه لها، يعني حتى اذا مرات انت تنسى تحول انه هو ستاندرد راح يعطيك اياها هنا، فحتى تنتبه ترجع قبل ما تحمل الملف تقول له، قبل ما تقول له ابلود انه انت تنتبه منطي خيار لا تخزنه بالمستوعبات، اللي الخيار اللي سويناه بالستب قبلها الخطوه قبلها، نقول له هسه ابلود، تمام عيني. اذا تريد ما تحمل تقول له كلير فايل وترجع تسوي من جديد، او تسوي من هنا ريسبمت راح تلقائيا يشيله. هسه الملف راح يتحمل بهذه الصيغه، بعد ما يكمل تحميله تقول له كونفورم من هنا،
Please wait. You will be asked to confirm to complete the process. هسه مجرد بعد ما يكمل عملية الأبلودينج تقول له confirm. هذا الملف يعني مش كبير، راح ينطيك اياها بهذه الصيغه لو ورقات قليله، كان طلع لك اول ورقه من عندها. يو ماست كليك كونفورم حتى تكمل. تمام عيني، هسه اقول لك كونفورم من هنا. بعد ما تقول لك كونفورم راح ينطيك اول ورقه من الملف، وبعدين تستمر جو تو اسايمنت انبوكس. يقول له جو تو اسايمنت انبوكس. هسه لاحظ نرجع اول، صار هو اول ملف لحد الان ايش فيه النسبه مالته؟ ما ظاهره. هاي النسبه هنا مالته ما ظاهره، فش نسوي؟ نقول له ريسبمت، وكانه قلنا مجرد نعيد اعاده التحميل، لحد الان ما ظاهره النتيجه، نقول له مره ثانيه اعاده ريسبمت، ونعيده بعد مره الى ان يظهر التحميل، لان مش تعرفون شويه حساب الانستركتر يحتاج وقت وانترنت قوي. بالمناسبه هاي النسب اللي تكلمنا بها سابقا، الازرق يعني باللون اللي يعني نسبه الاستلال زيرو ماكو، الاخضر يعني نسبه الاستلال بالسيف سايد ودائما تكون نسبتها من 1 لـ10%، واكو نسب تكون اصفر اشوفكم اياها، اكو نسب تكون اصفر من تتجاوز ال 30% فما فوق، هذا الاصفر من 30% فما فوق، واكو نسبه يسمونها باللون الاحمر هاي خطره، هاي اكو برتقالي، البرتقالي من يكون بال 54% 67% غيرها، واللي النسب اللي بعدها هو 93%، هذا اللون الاحمر، هاي نسبه الاستلال عاليه. تمام عيني، هسه نرجع احنا للبيج الاول. تحمل الملف موجود هنا، هسه نبحث عنه، احنا سميناه شنو؟ هذا الملف هنا سميناه 1 1، هذا الملف ايش قد نسبته؟ 37%، هاي النسبة اللي ينطيك اياها هنا نسبة السيميلاريتي فقط. زين احنا نريد السيميلاريتي وذكاء صناعي، شو نسوي؟ بالمناسبة شوف انتبه، احنا لان قلنا لك بالبداية نوت ريبوستري ما طلعنا هنا ملف مخزون، لو انت ما منطي هاي العبارة كان طلع لك هنا بصف النسبة هنا مثل المستودع المخزون به، فلازم تمسحه لان بالمرة الثانية من تفحص يعطيك 100%. هسه تدخل على منا تعطي اوبشن، او منا على اسم الملف تعطي اوبشن، راح يفتح لك الملف اثنيناتهم شغالات. فهسه بعد ما تدخل على الملف راح يعطيك الملف الاعتيادي مالتك مال الاستلال، الحساب الانستركتر يعطيك 2 ويتحكم، ممكن يسوي لك اكسكلود. هذا لاحظ هسه انه الحساب يبي هذه الصيغه، شوف يعطيك استلالين، هذا استلال الذكاء الصناعي الاي اي والاستلال العادي، الاستلال العادي منا يظهر هاي النسبه مالته وتقدر تتحكم بيها وتشوف ايش قد النسب وين، وتقدر وبالمناسبه حساب الانستركتر المستخدمه يقدر يسوي اكسكلود، هاي مثلا اذا مثلا فد عبارات معينه او فد اسماء ستاندر يقدر انه يشيلها من الملف تماما. لكن اذا انا اريد النسبه انه تطلع لي فد بها ذكاء صناعي، شلون اتاكد انه موجود الذكاء الصناعي؟ ادخل هسه انا على اي ملف عادي هو تلقائيا يطلع لك الذكاء، بس دائما الذكاء الصناعي شويه يتاخر يحتاج انترنت اقوى. فلاحظ هسه عندنا هنا هذا الذكاء الصناعي هنا تطلع لي 6، هذا الذكاء الصناعي لازم شويه ياخذ وقت، دائما الوقت مالته اطول من وقت السيميلاريتي العادي. فهذا الانستركتر يفحص لك استلاليا، تمام عيني؟ استلاليا يفحص لك. مجرد ياخذ وقت شويه حتى انه يفحصها. المفروض النسبه تطلع لك هنا بالاسفل، اذا طلعت لك اي اي بدون نسبه يعني معناها البرنامج غير مفعل. تمام عيني؟ دائما شويه الذكاء الصناعي ياخذ وقت بالتحميل. تطلع لك النسبة مالته هنا، زين طيب إلى تقرير؟ إي نعم إلى تقرير، يظهر لك إلى تقرير خاص بي. منا بعد ما يطلع لك النسبة مالته، تطلع لك التقرير الخاص بي. لاحظ هسه أنا راح أروح على أي ملف ثاني مثلا المفحوص، هذا هنا مثلا، هذا الملف. تلقائيا بعد ما تفتحه راح يطلع لك بي استلالين، يعني الاستلال الأول اللي سبق ونوهنا عليه هو الاستلال العادي السيميلاريتي العادي، والاستلال الثاني هذا لاحظ
استلال الذكاء الصناعي. الاستلال العادي منها تقدر تحمله، منها تقول على الداونلود الكرنت فيو يحمل لك اياه، واستلال الذكاء الصناعي واحد منين تحمله، تحمله من الاسفل من هنا. هسه هي مو النسبه مطيها 63%، تروح على هاي النسبه راح يفتح لك اياها فولدر خاص بيها، تقدر تحملها مباشره. شلون تحملها؟ تختارها منها. من هذا الجانب اكو داونلود تقدر تاخذه تحمله وتشتغل عليه، او تقدر تشتغل هنا انت، او تقدر تاخذه وتحمله من هنا تقول له داونلود وتشتغل على المكان اللي بالنسبه العاليه. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحه ومفيده لكم ان شاء الله، واتوقع خاصه هسه احنا حاليا ضمن كشف الاستلال اللي خاص بالذكاء الصناعي مطلوب جدا بنسبه عاليه، فان شاء الله يكون واضح امامكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا ان شاء الله على القناه واحنا نجاوبكم. الى ذلك الحين نلتقي بكم ان شاء الله، واذا عندكم انه اي استفسار بخصوص البرامج وغيرها ايضا بالمناسبه اني اللينك مال البرنامج ذا اترك لكم اياه في صندوق الوصف. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.